بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Muharram mwaka 1439, katika darasa ya talkhis sifat salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam li Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita موضوع تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام وحرام وكبيتا مبيل يمن يكسوالي هاتا إكي ونكتك المسجد الحرام نا تلمرزينا تنبيه بعد يكوليز مسائل au ahwal zinazofungamana na kupita mbele ya mwenye kuswali. Tukasema wa hadha kulluhu fima law kana munfaridan au imaman, na hii hukumu ya uharamu wa kupita mbele ya mwenye kuswali ni ikiwa mtu aswali peke yake أو أكي وإمام، وهذا بإجماع العلماء. أكون تفوت بين ونوفيوني كتكو حرام وكبيتا بلا إلى نصالي إكي منفرد أو إمام. نا الله سبحانه وتعالى كسهليش بإذن الله أنت كجا قلت نكو زون وفيوني ونوزم زي إجماع كتكهيلي. أما لو كان مأموما فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. أما يلي أمباي أصال نيوم يا إمام لمأموما ما دام يغكت أصال يا جماعة بس سترة يا إمام يمتشليزا نسترة وكي كما مأموما يكون يوم يا إمام. قال الإمام البخاري رحمه الله أبو عبد الله باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. كويك ملانغو كو سترة إمام نسترة قويلة أليكوا يمياك، بمعنى وليكن يوم هويتاج كلا موجة كويك سترة ياكي bali ile sutra ya imam yatosheleza. Kisha al-Imam al-Bukhari akataja chini ya huu mlango hadithi ya Ibn Abbas qal aqbaltu rakiban ala himarin atan, nikuja nikiwa nimepanda juu ya punda. Atani yani punda wa kike, untha, punda wa kike. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني قاربت نمكربية كبليغ سكوهي ونلكو نمكربية كبليغ نمتوت أنباء مكربية كبليغ يستهيلي ككتاز ونقو أمريشو صابو يجفهام التميز. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. نمتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa yuwasalisha mina akiwa mbele yake hamuna ukuta. Tukataja kuwa kukanusha kuwepo kwa ukuta si kukanusha kuwepo kwa sutra. Kuna uwezekano kuwa ilikuwa kumewekwa bakora pengine ama mkuki, chochote kile ambacho kilikuwa ni sutra lakini si ukuta. Qala marartu baina yadai ba'da safi,
akapita mbele ya baadhi ya safi, ile safi ya mbele. Wa arsal atan tarta, kisha nikamwacha yule punda aende akali. Fadakhaltu fi saf, na mimi nikaingia kwenye safi. Falam yunkir dhalika alayya, yani la nabiy sallam wala sahaba, hakuna yote alinikataza. Mtume sallam hakunikataza jambo hilo, wala masahaba hawakunikemea kwa kitendo kama hicho. Na hii hadithi imepokea Imam al-Bukhari na Muslim, iko wazi kuwa sutra ya imam yamtosheleza maamuma. Hivyo hakuna haja kwa maamuma maadamu yuko katika swala ya jamaa kuweka sutra. Hapa ndio tulimalizia, na tukaahidi kuwa biidhnillahi ta'ala tuzungumzia masala hal hunaka farqun baina Makkah wa ghayriha, je kuna tofauti baina msikiti wa Makkah na msikiti mwingine katika hukumu ya uharamu wa kupita mbele ya yule anayeswali. الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة وغيرها سواء لعموم الأدلة. قول صحيح كأقوال زونا وفيوني نكو مكة هين تفوتي نسيم يوت جنجينة وسباب دليلي زل زكوجة كتكهيلي نعام زمينيا حكم ياك كلا مالي ولا هيكوجة استثناء. ولا يوجد ما يخرج مكة من هذه من هذا العموم, ولا كنا دليل ينطوى مكة كتوكا كتكا كوينيا كويزي دليل ندليل كيجني عام مباكا كوباتكاني دليل خاص كسيم اسبوكوا مكة هابو يتاكوين متوكا كوني حكم, لكن ما دام حكم يمكوجي عام يمينيا هتوزي كسيم اسبوكوا مكة بلا نيني بلا دليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمع وظاهر كلام المؤلف أيضا أزمزي منينو يا مؤلف وزاد المستقنع أنه لا فرق بين مكة وغيرها, أكون تفوت بين مكة نسيم ننجنز, وهذا هو الصحيح نهين يقول صحيح. ولا حجة لمن استثنى مكة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. ثم هنا هوجة يلي أليفني استثناء مكة فسيما إسفقوا مكة كوكو تاج دليلي أمبوامي تاج صيغة يتمريض يروى حديثي أن بايا نسبي شقوم توم صلى الله عليه وسلم أليكوا كصالي نوات وكبيتا بلياك نهكونا بين أين وليوات سترا. قال وهذا الحديث فيه راوي مجهول, حديثه كنا مبكيزي أن بايا هجلك لمجهول. وجهات الراوي طعن في الحديث, نكولك تجلكانك مبكيزي كتك وبكيزي وحديثي نكويتي دسار تياري إلى حديث. وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حاشية المطاف. أسيما الشيخ ابن عثيمين تككدرية كنفان هي حديثي مثبوت بس ما نياكي تكوانك ومتوم صلى الله عليه وسلم ألكواك سوالي بمبزوني بالي baada ya watu, yani wale ambao wafanya tawaf, baada yao tu pale amswali pale. Wa taifunhum ahaqqu an-nas bil-mataf, na wale wenye kutufu ndio wana haki zaidi katika nini, ile sehemu ya kutufu. Li'annahu la makana lahum illa hadha, kwa sababu hakuna sehemu nyingine ya kufanya tawaf isipokuwa kuizunguka al-Ka'ba. Amma al-musalli فيستطيع أن يصلي في أي مكان آخر, أما من يصلي صلاة سنة أو إذا صلى سوى تنجين سلزم أو يقال. لكن الطائفة ليس له مكان إلا ما حول الكعبة, كن من يطوف
hana sehemu nyingine isipokuwa ile mzunguko katika Kaaba. Fahuwa ahaku bihi. Kwa hivyo ana haki zaidi, hata akipita mbele ya mwenye kuswali ana dhambi. Hadha insaha alhadith, ikiwa itakuwa imesihi na hadithi haikusihi. Tumetaja kwa Sheikh Albani, ametaja hapo chini katika hashia kuwa hadithi hii haikusihi. Wa yakfika idha qala laka al-Albani lam yasih rahmatullahi ta'ala alayhi. قال ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب السترة بمكة وغيرها، يعني أن مكة وغيرها سواء. الإمام البخاري رحمه الله أمتجم لانغو كتك كتاب شاك صحيح البخاري لمتجم لانغو باب تجم لانغو باب كشول ملانغو كويتا السترة بمكة وغيرها. أما باب السترة بمكة وغيرها ملانغو هو أكازغمزية سترة مكة نسيم نينجنزو كمانيشا كوا مكة حين تفوتي نسيم نينجن. وقال رحمه الله الشيخ ابن عثيمين أكسيمتين كتك فتاوى نور على الدرب، المرور بين يدي المصلي محرم، كبتنبيل يمونيك صالي نحرام. توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تم وسلم أمتوا مكمي ومكاري كويلي أنا بيتا بلي من يقصالي. ثم ذكر حديث أبي جهيم عن بيب يجري كان كما أبي جهم وقد تقدم كيش كتاني حديث نتم تنقليا كنت لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له. إلى حديث كيتاني لو كما يوجيوا أن يبيتا مبليا من يكسالي إلي ذنب يتكا يبيبا أنجكا أربعين نخيري كوا كوريكو كبيتا مبليا من يكسالي. ثم قال الشيخ ابن عثيمين وهذا الحديث عام لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين الحرم وغيره. نهي حديث عام إمانيا نتوم صلى الله عليه وسلم هابا هاكو تفوتيشا بين مكة نسيم نجنزو. فالواجب على من أراد المرور بين يدي المصلي في الحرم وغيره أن يقف حتى ينتهي من صلاته. كيف أواجب كيف أن يتكى كبيتا بلي وأن يكسالي أو يكو حرم أما يكو كوتكولي أصبيري سيم دمريف يولي تماليزة كسالي كشابيتي. أو أن يمر من جنبه الأيمن أو الأيسر لا أن يقطعه عرضا أو أبيته بفواك وكلية أو كشوت لكن أسبيت مرياك بمعنى أسبيتك وبانا أبيتك وريف. ثم قال الشيخ ابن عثيمين نين فبيشة من أنواك نمين كسانا ويستثنى من ذلك ما إذا كان المصلي هو الذي اعتدى بوقوفه في هذا المكان. هابا كنا استثناء مونيت إكيوا يولي موني كسالي نيي اللي أليفني جناي كوكسي ماما سهيمو أمبايو يبيدي متوا بيتمبلياك. ففي مثل هذه الحال لا حرمة له كتك حالي كما هي هو هاتا يشيميكا كتك إلي صلاياك. مثل الذين يصلون في مكان طواف الناس كما كن فعل كنا والي أبوه صالي كتكسيم واتوفني طواف واتوفني طواف ييوسيمو بالي يصالي بالي بالي نمرانين واتوكما وكاتمينه يسبب الشيء بيا كوميزوا نتوكاو أمي سيودنا نسيم يا زحمة يا طواف واتوهو موني كوشين أكا كنياغوا وجينغا مزيغو جماني. Ujinga ni mzigo, usikubali kuwa mjinga. Na mara nyingi huambia ndugu zangu, ujinga ni mzigo mzito sana. Vipi wewe una watu wafanya tawafu katika zahma kisha wenda waswali pale pale? Nini asema mmeambiwa watakhidhu min maqami Ibrahim musalla,
Sasa usome basi kuwa una ruhusa ya kuswali kokote kwingine ikiwa pale kuna zahma. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema fa inna haula ila hurmata lahum. Hawa hawana hurma wala hawaheshimiwi katika hili. Wayajuzu lil insani an yamurra baina aydihim walau kanu yusallu. Na hapa yajuzu kwa mwenye kupita apite mbele yao hata kama waswali. Apite mbele yao. ولا فرق في هذا بين ركعتي الطواف التي تسن خلف المقام وغيرها ولا كنا تفوت اتي بين ركعتين من الطواف ambazo ni sunna kuziswali nyuma maqam ibrahim au sehemu yote nyingine ma dam taifuna qad balaghu ila makan almusalli fa innahu laysa lahu haqqun fi an yusalli fi hadha almakan hatta kama ni nyuma maqam ibrahim ma dam wenye kutufu wingi wao umefikia mpaka kuifunika makamu Ibrahim hauna haki wewe kuswali pale. Katika hali kama itakuwa haki ni ya nani? Ni ya wale wenye kutufu, sababu hakuna sehemu nyingine anaweza kutufia isipokuwa ile. Na kuna wengine husababisha dhiki zaidi, wakawa washikana mikono na kuzunguka doria, kisha mmoja aingie katikati afanye nini? Aswali huko nyuma, watu wataka kutembea ile zahma ya songa ya songa ya songa, mwisho watu waanze kufanya nini? Kufinyana, ikawa itasababisha dhiki kwa ajili ya kutekeleza sunna pale ambapo sipaki. Sababu katika hali kama itakuwa si pale paki, kwa kuwa watu wamekithiri katika kufanya tawafu mpaka wameifunika makamu Ibrahim, katika hali kama ende kwingine akaswali, ana uwezo wa kwenda kuswali kwingine. Walau kana hadha almakan khalfa maqami Ibrahim, hata ikiwa ni nyuma maqami Ibrahim. Walau kana hadha almakan khalfa maqami Ibrahim, lian almusalli khalfa maqami Ibrahim yumkinuhu an yusalli fi makan akhar min almasjid wa yahsul lahu bidhalika thawab rak'atayn. Kwa sababu huyo anayeswali nyuma maqami Ibrahim aweza kuswali kokote na thawabu atapata vile vile za kuswali rak'a mbili baada ya tawaf. Kama una mtu ajiingiza kwenye haraj na uzito, na katika hali kama hii sheria imemruhusu anayepita mbele yake apite, hana hurma. Lakini taif la yumkinuhu an yatufa illa fi hadha almakan, mwenye kutufu hana mahali pa kutufu isipokuwa hapa tu, hapa ndio yaweza kutufu. فيكون من صلى في المكان الذي يصل الطائفون إليه يكون هو الذي اعتدى ولا حرمة له في هذه الحال. كيف تكون يلي أم باي أصالي كتك سيهم أم باي تياري وني قطوف وشفيك يين دي أليفان جنائنا ودوي يين دي أليكوسا. كيف هنا حرمة كتك حالك ما يوت وتبيت بليك. وكذلك أسمى وكذلك لو قام الإنسان يصلي في طريق الناس أسمام منجياني أصوالي واتوا بدنها بي أم أسمام منجياني أصوالي إن جيوات بابا من أصوالي كصوالي هكونا نجي جنجين اسبقوا أيه كتك حالي كما هي الشيخ من عثمين أسمى كما لو صلى مثلا في باب المسجد الذي يحتاج الناس فيه إلى المرور فإنه لا حق له في هذا. نهي زممزي وسكتك حالي أن بكم فانك نزحمة كشاوات وككوسة باذي ركعة نوكو بالي ملنغوني هوا تصبيري سابويني إلي كوهيفو تنموز. لكن كنا واتو أسوالي سنة أمكوجي أتاكسوالي سنة أيند ملنغوني أم جاونا تكما وابو من شاونا asione sehemu yoyote ya msikiti mtupu, ende mpaka pale mlangoni. Allahu akbar, aswali sunna. Taib, anaingia apite na wapi? Yule anaingia sasa apite na wapi? Ruke, hakuna njia nyingine isipokuwa niyo. Kwa hivyo la hurmata lahu, amejiweka mwenyewe pahali ambapo hakuna njia isipokuwa watu watapita mbele yake. فالمار بين يديه لا إثم عليه. أنا يبيت أمبلياكي متكمل هنا ذنبي. لأن المصلي
هو المعتدي حيث وقف في مكان الناس وسبب yule mwenye kuswali katika hali kama hii ni yeye ndiye mu'tadi aliyefanya jinai na kosa kwa kuwa ameswali katika sehemu ambayo watu wapita. Na mtu ajitizame pale anaposwali ili aheshimike katika hili, ili awe na haki ya kutopitiwa mbele yake, ni lazima awe na yeye atajitizama na kutizama haki za ndugu zake Waislamu. Na sana haya mambo utayaona katika hii sehemu ambayo tulizungumzia al-Haram al-Makki au al-Madani, al-Masjid al-Nabawi ama al-Masjid al-Haram. Pale ndio utajua kuwa umma hautaki hamasa kwa sasa. Umma wataka watu warudi nyumbani wawasomeshe, watu wasomeshwe ilmu waelewe. Utajua hilo mpaka uende kule. Ukienda kule utaona hali, utasema alhamdulillah, alhamdulillah, Allah amekupa neema ikiwa wewe hudhuria katika durusa ilmiya wasoma, alhamdulillah. Umma wahitaji ilmu, na subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hizi ibada. Ukienda pale utaona asafi na watu kutoka kila mahali ulimwenguni, na pale ndio utajua. Na ushaona jumaa umekuja mapema mapema kabisa ili upate nafasi nzuri ya kuswali haram. Mmefinyana watu wawili, mmefinyana kabisa, mwingine yaja ataka sehemu na hapo. Sasa atafanya nini? Wajua ufanyaje? Mmefinyana nywele, si ndio? Yaja paka pale katikati yenu, kisha Allahu Akbar, na utamfanya nini? Yaswali. Sio kimkataza yeye أرأي الذي ينهى عبدا إذا صلى يقبض ألف ذاك السجود يركع كما تشوم لا بحرين بل كاتي كاتي ينقح سسنين مزيد كجبان هو مسلم من ذاك